بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحالكم طيبين. أنا معكم حاتم الفتوح، مدرس النساء والتوليد. إن شاء الله هكلمكم على different methods of contraception. هنتكلم just introduction بسيط كده، وهنشرح بالتفصيل إن شاء الله ال physiological methods of contraception. الأول كده إن شاء الله في بعض الترمز لازم نكون فاهمين معناها كويس، عشان لما نقرأ في different methods of contraception هنلاقي الترمز دي موجودة، فلازم نكون فاهمين الترمز دي بتشير إلى إيه بالظبط يعني. فأول ترم عندنا في حاجة اسمها fecundability. fecundability معناها قدرة الكابل إن هم achieve a pregnancy from one menstrual cycle، وده تقريبا من 20 لـ 25% في النورمال كابل. لكن لما أقول ترم تاني اسمه fecundity، fecundity معناها قدرة الكابل إن هم to achieve a live birth from one menstrual cycle، وبالتأكيد الـ fecundity طبعا هتكون أقل من الـ fecundability، لأن احنا كلنا عارفين إن مش كل الـ pregnancy بينتهي بـ live birth. على سبيل المثال مثلا ممكن الـ pregnancy ينتهي بـ abortion، ممكن ينتهي بـ ectopic pregnancy، فبالتالي أكيد الـ percentage of live birth هتبقى أقل من الـ percentage of pregnancy. طيب في تير مشهور جدا اسمه primary infertility. primary infertility هي معناها إيه؟ معناها inability to achieve pregnancy after one year of regular marital life without use of contraception. يعني أنا لو عندي couple والcouple دول متجوزين ليهم سنة على الأقل، والhusband available على طول في regular marital life and without use of contraception، وبعد مرور السنة ما حصلش pregnancy، ساعتها بقدر أقول الcouple دول عندهم primary infertility. أما طبعا secondary infertility يبقى ده معناه إن كان في previous pregnancy أو كان في previous abortion، وبعد البريجنسي او الابورشن مر 2 years وما حصلش نيو بريجنسي with regular marital life and without use of contraception. ساعتها بقول الكابل دول عندهم secondary infertility. يبقى هنا ايه؟ inability to achieve a new pregnancy after 2 years from the last previous from the previous pregnancy او previous abortion with regular marital life and without use of contraception. ساعتها بقول على الكابل دول عندهم secondary infertility. هنتكلم دلوقتي ان في يعني different methods of contraception، والdifferent methods دي بتشتغل بdifferent mechanisms of action، وفي different types او methods of classification of the contraceptive methods. يعني يمكن لو احنا بصينا في الرسمة دي هنشوف كويس ان عندنا the combined oral contraceptive pills مثلا بتشتغل mainly على الovulation. في حاجات بتشتغل على uterine cavity زي مثلا intrauterine contraceptive device. في حاجات بتشتغل على cervix زي مثلا الكندوم والbarrier missiles. في حاجات chemical زي spermicides. يعني في عندنا different methods of contraception. في حاجات surgical زي surgical sterilization، سواء كان في الميل اللي هو بيسموه ligation of the vas، أو في الفيميل اللي هو ligation of the fallopian tubes. يبقى دي different types of contraceptive methods ممكن نفهمها من خلال السلايد الموجودة دي إن شاء الله. لو احنا مثلا بصينا على السلايد الموجوده قدامنا هنلاقي مثلا دي طريقه للكلاسيفيكيشن اوف ذا ديفرنت كونتراسيبتيف ميثودز. في حاجات اسمها ناتشرال او الفيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسيبشن، ويمكن دي اللي ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في المحاضره بتاعتنا. في حاجات ميكانيكال ميثودز اوف كونتراسيبشن زي البارير ميثودز اوف كونتراسيبشن مثلا، وفي حاجات كيميكال ميثودز اوف كونتراسيبشن زي السبرميسايدز، وفي حاجات هرمونال ميثودز اوف كونتراسيبشن زي الكومبايند اول كونتراسيبتيف بيلز مثلا، والحاجات اللي هي البروجسترون اونلي بيلز، والحاجات الانجكتبلز، والحاجات الهرمون ريليزنج ديفايسز. في ديفرنت هرمونال ميثودز اوف كونتراسيبشن. اما بالنسبه للسيرجيكال فدي اتكلمنا عليه اللي هو الاسترلايزيشن، يتمثل في اللايجيشن اوف ذا فاز اند اللايجيشن اوف ذا فالوبيان تيوبز. بالنسبه للناتشرال ميثودز اوف كونتراسيبشن فدول بيشملوا اربع طرق رئيسيه. في حاجه اسمها ابسنس، وفي حاجه اسمها بيريوديك ابسنس، وفي لاكتيشنال امينوريا ميثود، وفي كويتس انتربس. ابسنس معناها افويدنس اوف ذا سيكشوال ريليشن شيب، وده ممكن يكون بصوره يعني لايف لونج، وممكن يبقى في تايم معين زي مثلا لاكتيشنال ابسنس لما يبقى في افويدنس للسيكشوال ريليشن شيب اثناء اللاكتيشن. كلمه بيريوديك ابسنس معناها ابسنس اثناء الفتره اللي بتكون فيها الوايف اوفيولاتوري، وبالتالي يعني the couple avoid the fertile days اللي هي الدايز اللي بيكون فيها الاوفيوليشن، بيتجنبوا الريليشن شيب فيها، فده بيسموه بيريوديك ابسنس. لاكتيشنال امينوريا ميثود معناها طريقه من طرق الكونتراسبشن مرتبطه باللاكتيشن، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها تفصيلا بعد كده.
وفي حاجة اسمها كويتس انتربتس، وده معناه ان الهسبند بيعمل انتربشن للسيكشوال ريليشن شيب عن طريق allowing ejaculation to occur outside his wife، وبالتالي ما بيحصلش pregnancy. اوكي، بالنسبة للكويتس انتربتس هنبدأ بأول طريقة من طرق الفيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن اللي هي كويتس انتربتس. زي ما قلنا كويتس انتربتس معناها ان الهسبند allow ejaculation to occur outside the wife، وبالتالي theoretically ده المفروض ان هو prevent the occurrence of pregnancy يعني. تمام، طيب اول حاجه الطريقه دي ليها هاي فيلير ريت، يعني احنا بنقول فيلير ريت بتاعها في اول سنه من استعمالها يتراوح ما بين 25%. انا زي ما قلت قبل كده ان مفيش طريقه من طرق الكونتراسبشن افكتيف 100%، اكيد في نسبه فيلير ريت موجوده، ونسبه الفيلير ريت دي تتراوح ما بين طريقه للتانيه، يعني في طرق تلاقي الفيلير ريت بتاعها قليل وده معناه ان هي فيري سترونج باورفول اند تراستبل ميثود اوف كونتراسبشن، وفي طرق تلاقي الفيلير ريت بتاعها عالي زي الكويتس انتربتس كده وده معناه ان هي نون تراستبل ميثود اوف كونتراسبشن. طب ايه موضوع بقى ان احنا عندنا رقمين، يعني ايه 25%؟ في تو تيرمز لازم نعرفهم كويس جدا، في حاجه اسمها يوز افكتيفنس وحاجه اسمها ثيوريتيكال افكتيفنس لاي طريقه من طرق الكونتراسبشن. ببساطه كده لو احنا او الكابل يعني استعملوا الكونتراسبتيف ميثود ان ذا موست ايديال واي هيؤدي الى نجاح الطريقه بنسبه كبيره، وبالتالي في الريت بتاعها هيكون قليل، وده اللي بيسموه ثيوريتيكال افكتيفنس، وده تقريبا 5% بالنسبه للكويتس انتربتس. لكن الواقع مختلف لان الكابلز بيستعملوا الميثود او الطريقه في كونتراسبشن يوجوالي ان ا نوت بيرفكت واي، وبالتالي ده بيخلي نسبه الفير ريت اعلى شويه، وده اللي بيسموه يوز افكتيفنس، وده تقريبا 20% في حاله الكويتس انتربتس في اول سنه من استعمالها. طيب يعني ايه السبب اللي بيؤدي الى ان الفير ريت يبقى عالي بالنسبه للكويتس انتربتس؟ قال لك في سببين بيخلوا الكابل ممكن يحملوا بالرغم من تطبيقهم للكويتس انتربتس. اول حاجه ان في حاجه اسمها يعني ejaculation before withdrawal، يعني ممكن يبقى الهسبند tries to achieve a deeper penetration وبالتالي بيؤدي لان يحصل ejaculation before withdrawal، وده بيترتب عليه ان في جزء من السيمين بيبقى deposited في الفاجينا وبالتالي ممكن يؤدي لحدوث pregnancy. والحاجه الثانيه ان في fluid اسمه prosemen، البروسيمن ده بيحتوي على نسبه من السبرماتوزوا وده بيحصل before ejaculation، يعني بيحصل ريليز لفلويد اسمه بروسيمن وده بيطلع قبل الايجاكيوليشن طبعا، وبالتالي الهسبند ما بيبقاش اوير بيه، وبالتالي الفلويد ده بينزل في الفاجينا ويبقى فيه سبرماتوزوا ويؤدي الى حدوث بريجننسي، وده اللي يفسر ليه بيبقى فيه هاير فيلير ريت على الكويتس انتربتس. طيب بالنسبه للكويتس انتربتس ايه الادفانتجز وديس ادفانتجز في الطريقه دي اذا ميثود او اذا فيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن؟ طبعا زي ما احنا فهمنا ان دي طريقه فيسيولوجيكال مفيش ليها اي كوست، مفيش استعمال لاي كيميكالز، مفيش يوز اوف اني ديفايسز، ودي كلها طبعا مزايا تتحط في كافه الكويتس انتربتس اذا فيسيولوجيكال ميثود. لكن طبعا ديس ادفانتجز كتير، يعني انت عندك هاير فيلير ريت يتراوح من 25% وده نسبه فيلير ريت كبيره جدا، والحاجه الثانيه ان 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 الطريقه دي محتاج هايلي موتيفيتد كابل بحيث يطبقوها ان ان ايديال واي وبالتالي الفيلير ريت بتاعها هيقل. الحاجه الثالثه ان هي طبعا انتربت السيكشوال ريليشن شيب وده ممكن ياثر على الريليشن ما بين البوث كابلز، والحاجه الرابعه ان هي نوت اندر كنترول اوف ذا وايف، والحاجه الاخيره ان هي داز نوت بروتكت فروم ذا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، وبالتالي دي كلها ديس ادفانتجز بالنسبه للكويتس انتربتس از ا فيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن. هنخش بقى على الطريقه الثانيه من الفيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن اللي هي اسمها لاكتيشنال امينوريا ميثود. طبعا الطريقه دي موصوفه من سنين طويله جدا، واحده من الفيري فيري اولد ميثودز اوف كونتراسبشن. في كونسنسس اسمه بلاجيو كونسنسس وده اتحط سنه 1989 خاص باستعمال اللاكتيشن از ا ميثود اوف كونتراسبشن. بيقول الكونسنسس ده بيقول ان احنا عشان نستعمل اللاكتيشنال امينوريا ميثود ادم اد فيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن لابد من توافر ثلاث شروط رئيسيه، لو اي شرط من الثلاث شروط دول ما اتحققش ده هيخلي الفيلير ريت بتاع الطريقه دي عالي جدا. ايه الثلاث شروط دول؟ اول شرط حاجه اسمها اكسكلوسيف اور اولموست اكسكلوسيف بريست فيدنج، وده معناه ان الام بترضع البيبي دي اند نايت، والبيبي بيعتمد على البريست في ميلك از اونلي ميثود اوف فيدنج، والمسافه ما بين البريست فيد والبريست فيد اللي بعدها تبقى نوت مور ذان 4 اورز، طبعا ده اللي بيسموه اكسكلوسيف او اولموست اكسكلوسيف بريست فيدنج. طبعا ده مهم جدا وده شرط اساسي لاستعمال الطريقه دي از ميثود اوف كونتراسبشن. الشرط الثاني ان يكون في امينوريا، ما يبقاش في منستريشن،
يعني موضوع المنستروايشن بعد الولاده ده بيختلف من واحده للتانيه. في سيدات بتلاقيهم اثناء اللاكتيشن بيبقى عندهم امينوريا، وده تفسيره ايه؟ تفسيره ان اللاكتيشن بيبقى معاه زياده في مستوى البرولاكتين هرمون، فالهايبر برولاكتينيميا دي بتاثر على الريليز اوف ذا جونادوتروفين ريليزنج هرمون، وبالتالي بتمنع ريليز اوف ذا جونادوتروفينز اللي هم الاف اس اتش والال اتش، وبالتالي ما يبقاش في اوفيوليشن، وبالتالي ما يبقاش في منستريشن. لكن طبعا ده مش بيحصل في كل السيدات، في بعض السيدات بتلاقي عندهم منستريشن ايفن ديورينج لاكتيشن. فانا عشان اقدر استعمل لاكتيشن الامينوريا ميثود از ميثود اوف كونتراسبشن لازم ما يكونش في منستريشن، لازم يكون في امينوريا في اول 6 شهور بعد الولاده. الشرط الثالث طبعا ان الطريقه دي بتستعمل بس في اول 6 شهور بعد الولاده. يبقى انا عندي 3 شروط رئيسيه، الشرط الاولاني اكسكلوسيف او اولموست اكسكلوسيف بريست فيدنج، الشرط الثاني ان يكون في امينوريا، الشرط الثالث ان الطريقه دي تنفع في اول 6 شهور بس بعد الولاده. لو في اي شرط من الثلاث شروط دول اختل او مش موجود هيصاحبه فيلير ريت عالي للاكتيشنال امينوريا ميثود. طيب في الظروف العاديه نسبه الفيلير ريت قد ايه بالنسبه للاكتيشنال امينوريا ميثود؟ تتراوح ما بين نص الى 2% في اول 6 شهور من يعني استعمال اللي هي بعد الولاده مباشره. تمام، طبعا النص في الميه ده اللي هو الثيوريتيكال افكتيفنس، وال2% ده اليوز افكتيفنس، طبعا دي نسبه قليله، وده معناه ان الطريقه دي از باورفول اند افكتيف ميثود اوف كونتراسبشن. اوكي، بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن اوف ذا لاكتيشنال امينوريا ميثود، هو بيقول لك ان الطريقه دي از ميثود اوف كونتراسبشن بتعتمد على 3 نظريات رئيسيه. النظريه الاولانيه ودي اللي انا قلتها من شويه اللي هي انهيبيشن اوف اوفيوليشن، وده بسبب زياده مستوى البرولاكتين هرمون اللي بيمنع الريليز اوف جونادوتروفينز، وبالتالي بيمنع حدوث الاوفيوليشن، وبالتالي بيحصل امينوريا وفي نفس الوقت ما يحصلش بريجننسي. طيب النظريه الثانيه بتقول لك ان حتى لو حصل منستريشن في اول 6 شهور بعد الولاده، معظم السايكلز دي تبقى انوفيولاتوري سايكلز، يعني بيحصل منستريشن وذاوت اوفيليشن بقى. تمام، يعني ده الراي الثاني، وده في الغالب بيحصل نتيجه الى ان الوايف بتبقى ما بتبقاش اكسكلوسيف بريست فيدنج، او بيبقى المسافه ما بين البريست فيد واللي بعدها اكتر من 4 ساعات، وده بيترتب عليه فترات انخفاض في مستوى البرولاكتين، وبالتالي بيحصل ريليز للجونادوتروفينز من الانهيبيتوري افكت اوف برولاكتين، فيترتب عليه ان يحصل ستيميوليشن اوف اوفيليشن، ولكن رغم عن ذلك بتكون الاوفيليشن ده يعني امبروبر اوفيليشن، ويوجوالي بيحصل بيبقى فيه لوتيال فيز ديفكت يعني. تمام، فدول هم النظريات اللي بيفسروا ليه ما بيحصلش بريجننسي اثناء اللاكتيشن امينوريا ميثود. هم 3 كلمات، الكلمه الاولى ان ما فيش اوفيليشن، الكلمه الثانيه ان حتى لو حصل منستريشن بيبقى انوفيولاتوري منستريشن، الحاجه الثالثه ان حتى لو حصل اوفيليشن بيكون الاوفيليشن ده with an improper luteal phase او with luteal phase defects. دول هم الميكانيزم اوف اكشن اوف لاكتيشنال امينوريا ميثودز. طيب بالنسبه للاكتيشنال امينوريا ميثود، ايه الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعتها؟ تقريبا معظم الفيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن متشابهين في السلايد دي. يعني مثلا الاكتيشنال امينوريا ميثود ايه الادفانتجز بتاعتها؟ هتقول لي حاجه ناتشرال ميثود اوف كونتراسبشن، حاجه فيسيولوجيكال ملهاش كوست، هي ريدي افيلبل، السكسس ريت بتاعها زي ما انت شايف عالي جدا، لان الفيلير ريت يتراوح ما بين نص الى 2%، مفيش اي كيميكال سبستانسز، مفيش اي ديفايسز، مفيش سايد افكتس، بالاضافه طبعا هي انكارج البريست فيدنج، وده بيؤدي الى يعني البيبي بيستفيد استفاده كبيره جدا طبعا من البريست فيدنج، زي ما احنا عارفين السايكولوجيكال بوند اللي بتكون ما بين المذر وما بين البيبي، الانتي بودز اللي بتعدي من الام للبيبي اثناء اللاكتيشن، كل ده بيدي بروتكشن للبيبي وبيحميه، ده غير طبعا ان البريست ميلك نفسه سترايل ميلك طبعا، فبالتالي بنتجنب كل المشاكل اللي ممكن تحصل من الارتفيشال او البوتل فيدنج. اما بالنسبه للديس ادفانتجز طبعا ان هي محتاجه اكسكلوسيف بريست فيدنج، وده معناه ان الام لازم تكون موجوده او متوفره مع البيبي باستمرار، وده بالنسبه للسيدات اللي بتشتغل صعب جدا طبعا، ان يبقى هي بتروح الشغل مثلا ازاي هترضع البيبي باستمرار ايفن في الفتره اللي بتكون فيها في الشغل، وبالتالي طبعا ده بيبقى ديفيكلت او انكونفيدنت بالنسبه للسيدات اللي هم بيشتغلوا. الحاجه الثانيه ان ممكن يحصل منستريشن في اول 6 شهور، الحاجه الثالثه ان الطريقه دي بتنفع لمده 6 شهور بس، وبالتالي دي فتره قليله طبعا، الحاجه الرابعه ان مفيش بروتكشن اجينست سيكشوال ترانسميتد ديزيزز، الحاجه الاخيره ان ممكن تبقى الام عندها مثلا اتش اي في، وطبعا ده هيمنع او يعني اتس كونترا انديكيشن فور بريست فيدنج. يعني دي كلها الادفانتج وديس ادفانتجز بتاعت الايه، بتاعت اللاكتيشنال امينوريا ميثودز. نيجي بعد كده للطريقه الثالثه اللي احنا قلنا عليها بيريوديك ابسنس، ودول بيسموهم fertility awareness based method. ببساطة كده ان احنا بنقسم السايكل بتاعت اي وايف الى نصين او جزئين، يعني في حاجة اسمها fertile days وفي حاجة اسمها safe days.
الفيرتايل دايز اللي هي الدايز اللي بيكون فيها الاوفيوليشن، واللي هي ببساطه لو حصل فيها سيكشوال ريليشن شيب موست بروبلي هتؤدي لحدوث بريجننسي. اما بقيه الايام اللي هم ما فيهمش اوفيوليشن دول بنسميهم سيف دايز، بمعنى ان البوث كابلز ار سيف زي كان هاف سيكشوال ريليشن شيب وزود فير اوف اوكرنس اوف بريجننسي. تمام. طيب فكره البريودك ابسنس معناها ان الكابلز افويد السيكشوال ريليشن شيب في الايام اللي هي قلنا عليها فيرتايل دايز. وطبعا عشان نقدر نعرف الفيرتايل دايز في طرق كتيره جدا، وده هنتكلم عليه تفصيلا ان شاء الله في الشرايح اللي جايه. يمكن لو احنا بصينا على الرسمه الموجوده قدامنا في السلايد شايفين التغير في مستوى الهرمونز، يعني مثلا الانتيري بيتوري هرمونز الاف اس اتش والال اتش مثلا، ازاي بيحصل ريليز الاف اس اتش والال اتش وبعدين بيحصل زي دروب وبعدين انكريز او زياده تاني اللي بيسموه اف اس اتش اند ال اتش سيرج، وده اللي بيحصل اراوند دايز اوف اوفيليشن، وبعدين بيحصل ان الليفل بينزل تاني وبيكمل لحد الايه الاند اوف ذا لوتيال فيس. طبعا بيصاحب الزياده في مستوى الجونادوتروفين زياده في مستوى الاستراديول اند بروجستيرون، وكلاهما بيزيد طبعا اراوند دايز اوف اوفيليشن وبعدين بينزل تاني، وبعدين برضو في تغير بيحصل على مستوى البادي تمبريتشر اللي احنا بنسميه بيزال بادي تمبريتشر تشارت. زي ما احنا عارفين التمبريتشر بيحصل فيها دروب بسيط بيفور اوفيليشن، وبعدين مع حدوث الاوفيليشن بيحصل ريليز لمستوى البروجستيرون اللي هو بيبقى ليه ثيرموجينيك افكتس، فبيؤدي لحدوث زياده في البادي تمبريتشر تتراوح ما بين 2.5 ل 5.10 ديجري سيلسيوس، وبتستمر هذه الزيادة لمدة 10 أيام تقريبا في اللوتيال فيس. بمعنى ان في اللي انا عايز اقوله يعني ان في تغير في مستوى الهرمونات بيحصل around the days of ovulation، والتغير في مستوى الهرمونات بيؤدي الى تغيرات في 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 في, في الوايف نفسها. من خلال التغيرات دي هنقدر نعرف فين هي ال days of ovulation، وبالتالي ممكن نتجنب السكشوال ريليشن شيب في الايام دي، وبالتالي بنطبق البريودك ابسنس as a method of contraception. بالنسبه للبريودك ابسنس احنا قلنا ان احنا يعني المفروض نعرف فين هي الايام اللي هي الفيرتايل دايز عشان نقدر نخلي الكابل يتجنبوا الريليشن شيب في الفيرتايل دايز، وبالتالي افويد الاوكرنس اوف بريجننسي. في طرق كتيره جدا ممكن نقدر نعرف بيها الفيرتايل دايز، منها مثلا البيزال بادي تمبريتشر تشارت، منها حاجه اسمها كالندر كالكوليشن ميثودز، في حاجه اسمها سيرفايكال ميوكس تشينجز، وفي حاجه اسمها فيلينج اوف ذا سيرفكس. ولو انا طبقت اكتر من طريقه ات ذا سيم تايم او ات ذا سيم بيشنت بنسموها مالتيبل اندكس ميثود او بيسموها ثيمبو ثيرمال ميثودز. هي الفكره كلها انك انت لو استعملت طريقه واحده هيترتب عليه ان الفتره اللي هي اللي بنسميها الفيرتايل دايز هتكون طويله جدا، وبالتالي ده بينترابت السيكشوال ريليشن شيب فتره كبيره من الشهر، وبالتالي ده ممكن يؤثر على الريليشن ما بين البوست كابلز. فبالتالي بنضطر نستعمل اكتر من طريقه في نفس البيشنت بهدف ان احنا نقلل الايام اللي هي الفيرتايل دايز، او بمعنى اخر نقدر نعرف فين هي بالظبط الايام الفيرتايل دايز، وبالتالي نسمح بالسيف ريليشن شيب او الفري ريليشن شيب في باقي الشهر كله، وبالتالي بنقلل الاستريس او اللود اللي بيبقى موجود على البوست كابلز. يعني على سبيل المثال لو انا عايز اعرف بدايه الفيرتايل بيريود اللي هي بدايه الفيرتايل دايز او بدايه الايام اللي لو حصل فيها ريليشن شيب هيحصل بريجننسي، هضطر استعمل الكالندر كالكوليشن ميثود والسيرفايكال ميوكس تشينجز. دول اكتر طريقتين من خلالهم ممكن نقدر نعرف بدايه الفيرتايل دايز. لو انا عايز اعرف الاند اوف ذا فيرتايل بيريود هستعمل نفس الطريقتين بالاضافه الى البيزال بادي تمبريتشر تشارت. طيب يبقى انا لو انا استعملت اكتر من طريقه يبقى انا عملت المالتيبل اندكس ميثود او ثيمبو ثيرمال ميثود، زي ما احنا هنتكلم بعد شويه بتفصيل ان شاء الله عشان نفهم ايه معنى الكلام ده بالظبط. يبقى بالتالي السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه هاو تو نو ذا فيرتايل دايز. احنا قلنا ان احنا عندنا اربع او خمس طرق رئيسيه اللي هم البيزال باي تمبريتشر تشارت والكالندر كالكوليشن ميثودز والسيرفايكال سيكريشنز والفيلينج اوف سيرفكس والمالتيبل اندكس ميثود او الثيمبو ثيرمال ميثودز. لو احنا اتكلمنا على اول طريقه ممكن نقدر نعرف بيها الفيرتايل دايز اللي هي البيزال باي تمبريتشر تشارت، دي عبارة عن طريقة ببساطة بتعتمد على حدوث تغيرات في درجة حرارة الوايف، وده نتيجة حدوث الأوفيليشن، والأوفيليشن بيؤدي إلى ريليز البروجستيرون، والبروجستيرون بيبقى ليه حاجة اسمها ثيرموجينيك إفكت بيؤدي إلى حدوث زيادة في التمبريتشر أوف ذا بادي تتراوح ما بين 2.5 ل 5.10 ديجري سيلسيوس. طيب هنعملها إزاي بقى؟ هنقول الوايف إن هي تستعمل أو كل يوم تقيس درجة حرارتها before getting from bed by using the same method. يعني لازم تستعمل الثرمومتر بنفس الطريقة، يعني يا إما أورال يا إما ريكتال يا إما أكزيلري مثلا، تمام، وتقيس الحرارة كل يوم before getting from bed وتسجلها في الايه في الشارت بتاعها. تمام.
ونشوف درجة الحرارة أخبارها إيه. المتوقع ان تلاقي درجة حرارة البيشنت ستيدي، وبعدين بتلاقي التمبريتشر بتنزل حاجة بسيطة تقريبا، يعني مينيمال دروب في التمبريتشر بيحصل تقريبا من 12 ل 24 ساعة بيفور اوفيليشن، وبعدين بيحصل زيادة بعد كده تتراوح ما بين 2.5 ل 5 ديجري سيلزياس، بيستمر لحوالي 10 ايام في اللوتيال فيس. طيب المفروض الوايف تتجنب الريليشن شيب او الكابل يعني يتجنبوا السكشوال ريليشن شيب قد ايه؟ قال لك فروم ذا فيرست داي اوف ذا سايكل لحد 3 دايز افتر ذا رايز ان تمبريتشر، يعني من اول يوم في السايكل. طبعا احنا عارفين فتره المنستريشن ما فيهاش ريليشن شيب، من بعد الاندوفينستريشن ما يبقاش في سيكشوال ريليشن شيب خالص، لحد 3 ايام بعد الزياده في التمبريتشر. بعد ال 3 ايام دول ممكن يبقى في سيكشوال ريليشن شيب عادي جدا بدون اي مشكله، ومش هيحصل ايه بريجنسي. الكابل قدامهم طبعا زي ما انتم شايفين دي مده طويله، يعني انت لما تتكلم على من اول يوم السايكل لحد 3 ايام بعد الرايز، يعني تتكلم على جزء كبير خالص من السايكل. الكابلز قدامهم حل من اتنين، يا اما ان هم يعملوا بريودك ابسنس يعني افويد ريليشن شيب تماما في الفتره دي، يا اما يستعملوا طريقه تاني، يعني ممكن مثلا يستعملوا الكويتس انتربتس مثلا، او يستعملوا كاندم، او يستعملوا اي وسيله تاني في الفتره اللي هي الايه الفتره دي اللي هي بيسموها الفيرتايل دايز، حسب الايه حسب البيزال بودي تمبريتشر تشارت. ده الكلام اللي انا شرحته من شويه في السلايد، مكتوب تفصيلا برده في السلايد. ده نفس الكلام اللي انا قلته من شويه بخصوص استعمال البيزال بادي تمبريتشر شارتس، يعني نستعملها ازاي، الستبس الخاصه بالتكنيك اوف يوزنج ذا بيزال بادي تمبريتشر شارت از ا ميثود تو ديتكت ذا فيرتايل دايز. وزي ما انا قلت السكسس ريت 99%، وده معاني فيري سترونج اند باورفول ميثود كونتراسبشن لو تم تطبيقها بالطريقه اللي هي الايديال واي. اوكي، بالنسبه للادفانتجز اوف ذا بيزال بادي تمبريتشر شارتس، يعني طريقة سهلة easy method to detect the fertile days، ما فيش منها side effects، ما فيش ليها cost، واحدة من natural methods of contraception طبعا، لكنها بتؤدي إلى long period of abstinence زي ما احنا قلنا من أول يوم في السايكل لحد 3 أيام بعد الرايز في body temperature. محتاجة well educated and committed motivated couples، محتاجة patient عندها regular cycles، محتاجة patients تبقى عارفة days of a cycle in a very accurate way، وبالتالي ما تنفعش في other types of patients. طيب بالنسبة للطريقة التانية بقى اللي احنا ممكن نقدر نعرف بيها fertile days اسمها calendar calculation method. احنا كده خلصنا خلاص البيزال بايتن بيتشر تشارت. الطريقة التانية اسمها calendar calculation method، وده ببساطة خالص طريقة بتعتمد على ان البيشنت يبقى عندها regular cycles، بتحسب السايكل بتاعتها كام يوم، تمام، ولازم تكون مسجلة السايكل في آخر 6 شهور، تمام. يعني مثلا ايه هي السايكل؟ from the first day of menstruation till the day before the beginning of the next menstruation، دي اسمها سايكل، تمام. طيب البيشنت المفروض تسجل السايكل لمدة 6 شهور، ونقدر نعرف السايكل دي كام يوم بالظبط. فهنقول مثلا السايكل ممكن مثلا تتراوح ما بين اكزامبل يعني من 24 ل 28 يوم، يعني مثلا ممكن تبقى البيشنت مسجله ان اقصر سايكل عندها كانت 24 يوم، واطول سايكل عندها كانت 28 يوم. طيب نعمل ايه بعد كده؟ نطرح 18 يوم من اقصر سايكل اللي هي في الاكزامبل بتاعنا مثلا نقول 24، 24 من 18 يبقى كده كام؟ 6 ايام. ده اليوم السادس ده هو بدايه الفيرتايل بيريود، تمام؟ طيب 28 يوم اللي هي اطول سايكل نطرح منها كام؟ نطرح منها 11 يوم. 28 ناقص 11 يبقى كده كام؟ 17. يبقى 17 دي هي الاند اوف ذا فيرتايل دايز. يبقى المفروض بالطريقه دي الكابل يتجنبوا السيكشوال ريليشن شيب من اليوم السادس لحد اليوم ال 17. دي اسمها كالندر كالكوليشن ميثود، ودي بتعتمد على ان البيشنت يبقى عندها ريجولار سايكل وتكون مسجله اخر 6 سايكلز جولها، ونقدر بالطريقه دي نحسب فين هي بدايه الفيرتايل دايز وفين هي نهايه الفيرتايل دايز. طيب بالنسبه للطريقه دي الفيلير ريت بتاعها تقريبا 9 بريجننسز لكل 100 وومن في اول سنه من الاستعمال، ودي طبعا نسبه متوسطه يعني بالنسبه للاذر ميثودز اللي احنا قلناها قبل كده. ده نفس الكلام اللي انا شرحته في السلايد اللي فاتت، ان احنا بنعتمد فكره الكالندر كالكوليشن ميثود بتعتمد على ان السايكل فيها مرحلتين، مرحلة اسمها proliferative phase ومرحلة اسمها luteal phase. luteal phase اللي هي نص التاني من الدورة، وده بيكون تقريبا ثابت لكل السيدات، وبيكون 14 يوم بلس ماينس 2 دايز. اللي بيفرق ما بين سايكل وسايكل هي الفترة الأولانية اللي بيسموها proliferative phase.
خلاص او الفوليكولار فيز بالنسبه للاوفيليشن، ودي فعلا بتختلف من سايكل لسايكل. لكن الفتره الثانيه اللي هم ال 14 يوم بتوع الليوتيال فيز دول بيكونوا فيكسد ما بيتغيروش. طيب الست بتسجل اول اليوم في السايكل، وطبعا عشان نقدر نعرف طول السايكل قد ايه هنحسب لحد اليوم اللي هو قبل نزول الدوره اللي بعدها مباشره، ونسجل الكلام ده لمده 6 كونسيكوتيف سايكلز، وبعدين بنطرح 18 يوم من اقصر سايكل، وده هيديني الفيرست داي اوف ذا فيرتايل بيريود، ونطرح 11 يوم من اطول سايكل، وده بيديني اخر يوم في الفيرتايل بيريود. يبقى الفتره دي هي الفتره بتاعت الفيرتايل دايز. الكابلز قدامهم حل من اتنين، يا اما ان هم افويد ريليشن شيب خالص في الفتره دي وده بيسموه بريوديك ابسنس، يا اما ان هم يستعملوا طريقه تاني، يعني يستعملوا كويتس انتربتس، يستعملوا كاندم، يستعملوا اي حاجه في الفتره دي تو افويد الاوكرنس اوف بريجننسي. بالنسبه طبعا مزايا وعيوب الكالندر كالكوليشن بيزود زي بالظبط مزايا وعيوب البيزال بادي تمبريتشر شارتس. نيجي بعد كده للطريقه الثالثه اللي بيسموها سيرفايكال ميوكس تشينجز، وده معناه او يعني الثيوريتيكال باك جراوند ورا الطريقه دي ان التغيرات في مستوى الهرمونز اراوند الدايز اوف اوفيليشن من زياده مستوى الاستروجين والبروجستيرون بيؤدي الى حدوث تغيرات في شكل السيرفايكال سيكريشنز. فبتلاقي مثلا سيرفايكال سيكريشنز في الفتره الاولى من السايكل اللي هي ايميديتلي بوست منسترال بتلاقيها فيري فيري مينيمال اماونت اوف سيرفايكال سيكريشنز، وبتلاقيها سيك وتلاقيها فيسيد سيكريشنز ان نون ستريتشبل. لكن مع زياده مستوى الاستروجين والبروجستيرون بتلاقي في تغير في طبيعه السيكريشنز نفسها، يعني بتلاقي السيكريشن نفسها بقت اكسسيف، وبتلاقيها مويست، وبتلاقيها بقت ستريتشبل، وبتلاقيها بقت فلويدي، تمام؟ وده بيكون around the days of ovulation. وبعد كده شوية شوية تبدأ السكريشنز تبقى ترجع تاني الوضع اللي كانت عليه قبل الايه؟ قبل زيادة مستوى الهرمونز. طبعا دي طريقة اسمها pilling methods، ودي الفيلير ريت بتاعها تقريبا 3 pregnancy لكل 100 women في اول سنة من استعمالها، وليها تقريبا نفس الadvantages والdisadvantages بتاعت الايه؟ بتاعت temperature chart وبتاعت calendar calculation methods. طيب المفروض نطبق الطريقه دي ازاي للسيرفايكال سيكريشنز؟ المفروض ان الفيميل بتحس بالسيكريشنز دي، وبتحس زي ان ذا فورم اوف ويتنس موجود على الانترويتس او موجود في الاندر بانتس، as long as she is feeling that she is dry with no secretion she can have sex easily and safely. Once the patient feels that there is increase in the amount of secretions at the introitus she must avoid the sex completely. طيب هتتجنب السكس لحد امتى؟ قال لك لحد 4 ايام بعد اليوم اللي فيه الماكسيمم بيك او اللارجست اماونت اوف سكريشن. يبقى هي تبع السكريشن، السكريشن ظهرت خلاص او بقت مويست اند اكسسيف، هتوقف السكس تماما. وهتتجنب السكس لحد امتى بقى؟ لحد 4 ايام بعد اليوم اللي فيه اللارجست او الهايست اكسسيف او الموست اكسسيف اماونت اوف سكريشنز، ودي اسمها السيرفايكال سكريشن ميثودز. بعد كده الطريقة الرابعة اللي احنا ممكن نعرف بيها الفيرتايل دايز اللي هي الفيلينج اوف السيرفكس، وطبعا ده معناه ان الفيميل شي كان فيل ذا سيرفكس، ايوه، وفي تغير بيحصل في الاحساس بتاع السيرفكس نفسه around the days of ovulation. يعني بيقول لك ان في السيرفكس في الفترة الأولانية immediately post menstrual بتلاقيه احساسه مختلف، بتلاقيه فيرم، السيرفايكال اللي هي الاكسترنال قص يعني بتلاقيها فيرم وبتلاقيها كلوزد. لكن مع اقتراب الايام بتاعت الاوفيليشن وزياده مستوى الهرمونز بتلاقي السنسيشن بتاع السيرفكس بيختلف، بتلاقيه سوفتر وتلاقي فيه اكسسيف اماونت اوف سكريشنز عليه. عشان كده دايما بنقول ان الطريقه دي نادرا ما تستعمل لوحدها، ويوجوالي البيشنت بتستعملها مع السيرفايكال سكريشن ميثودز، لان هما اتنين بيتحسوا بنفس الطريقه يعني، وبالتالي بنستعملهم اذا ميثود تو نو ذا فيرتايل دايز. طيب لو انا هستعمل اكتر من طريقه ات ذا سيم تايم، يعني مثلا هستعمل البيزال بادي تمبريتشر شارت مع مثلا السيرفايكال سكريشن، يبقى انا كده بستعمل حاجه اسمها مالتيبل اندكس ميثود او بيسموها ثيمبو ثيرمال ميثودز. طيب اكزامبل مثلا بتقول ان ذا كابل شود افويد انبروتكتد سكس، تمام؟ امتى بقى؟ قال لك until the fourth day after the peak cervical secretion، يعني لو انا بستعمل cervical secretion methods لحد 4 ايام بعد اليوم اللي فيه الماكسيمم اماونت اوف secretions، او 3 ايام بعد الزياده في الايه؟ في البيزال بايتن بيتشر شارت. عشان كده دايما بقول ان الطريقتين دول اللي هم cervical secretion والبيزال بايتن بيتشر شارت بنقدر بيهم نعرف نهايه الفيرتايل دايز. طب لو انا عايز اعرف البدايه بتاعت الفيرتايل دايز اعرفها امتى؟ اعرفها عن طريق الكالندر كالكوليشن ميثود. يبقى انا كده بستعمل اكتر من طريقه من طرق الكونتراسبشن، وده اللي بيسموه مالتيبل اندكس ميثودز. انا اقصد بستعمل اكتر من طريقه من الطرق اللي بقدر بعرف بيها الفيرتايل دايز، وده بيسموه مالتيبل اندكس ميثود او ثيمبو ثيرمال ميثودز.
زي ما انا قلت قبل كده، مفيش اي طريقه يعني سكسسفول 100%، لازم في فيلير ريت موجود. فمثلا بالنسبه للبريوديك ابسنس، لو انا هعتمد عليها كطريقه لمعرفه الفيرتايل دايز، وبالتالي الكابلز يتجنبوا الريليشن شيب في الايام اللي فيها الفيرتايل دايز، يبقى الطريقه دي اسمها بريوديك ابسنس. نسبه الفيلير ريت بتاعها حوالي 20 لكل 100 سيده في اول سنه من استعمالها، ودي نسبه فيلير ريت عاليه جدا بسبب الاسباب اللي انا قلت عليها من شويه. لو انا هستعمل بيزل بايتن بيتشر شارت لمعرفه الفيرتايل دايز، ده الفيلير ريت بتاعه 1 لكل 100 سيده في اول سنه. لو انا هستعمل سيرفايكال سكريشنز، 3 لكل 100 سيده. لو انا هستعمل كالندر كالكوليشن ميثود، ده 9 لكل 100 سيده في اول سنه من الاستعمال. تمام، احنا كده خلصنا خلاص الفيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن، وفهمنا الفكره بتاعه الفيسيولوجيكال ميثودز، وفهمنا ازاي نقدر نعرف الفيرتايل دايز. وبالتالي الكابلز قدامهم زي ما قلنا حل من اتنين، يا اما ان هم افويد السيكشوال ريليشن شيب في الفتره اللي فيها الفيرتايل دايز، وده بيسموه بيريوديك ابسنس، او ان هم مثلا يعملوا كويتس انتربتس في الايام الفيرتايل دايز، او ان هم يستعملوا حاجه تانية زي الكاندوم مثلا في الايام اللي فيها الفيرتايل دايز. لكن الايام التانية اللي بيسموها السيف دايز ممكن يبقى فيها يعني ريليشن شيب really without any limitation without any fear of occurrence of pregnancy. كده ان شاء الله الحمد لله خلصنا الفيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن. طبعا لو في اي اسئله انا اكون سعيد انكم تبعتوها لي عشان اقدر ان شاء الله اجاوب عليها باذن الله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا حاجه من المحاضره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.